ما حكم الإسلام في امرأة لا تعرف الصلاة ولا تعرف قراءة القرآن ولا تعرف إلا القليل من أمور دينها؟ هل تقبل صلاتها وهي كما ذكرت لا تعرف قراءة القرآن مع أننا نعلمها ولكنها لا تحفظ؟ هل علينا ذنب نحوها لأننا لم نعلمها الصلاة والوضوء وقراءة القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت عاجزت عن تعلم القرآن مع محاولة تعليمها وعاجزت فهي معذورة في هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الصلاة فإنها تصلي ولا تترك الصلاة. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحسن القراءة بأن يذكر الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. فتأتي بدل القرآن بالذكر: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وإذا لم تحسن شيئا ولا من الذكر فإنها تصلي على حسب حالها. صلي، الصلاة لا تترك أبدا، وإنما يصلي المسلم على حسب حاله، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. على كل حال جزاكم الله خيرا في ما بذلتم من محاولة تعليمها، ولكن مروها بالصلاة وأكدوا عليها ولو لم تحسن القرآن. إن كانت تحسن أن تذكر الله في الصلاة حال القيام بأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا واجب، وإن لم تكن تحسن فإنها تصلي على حسب حالها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.